عشق العامل حسن حيدر وحبه لعمله في البرمجيات والتطبيقات كان الحافز له لتصميم 4 منظومات إدارة إلكترونية تلقائية لترطيب الأقماح في مطحنة السلمية بغية تخفيف الهدر والحد من المشاكل الميكانيكية والكهربائية. منظومة الترطيب هي أهم منظومة بالنسبة لعمل الطحن، لأنه هي تهيئة الأقماح للطحن، وتعطينا هي الرطوبة اللي خاصة بالمواصفات بالنسبة للون وللرماد لخاصيات الطحين كلياتها. فإذا كانت الرطوبة صح بيكون الطحين صح، وبالتالي بتوفر على المطحنة وعلى العمل كتير خسارات. المنظومة بتتألف من جهاز BLC معالج منطقي، انه يتحكم فيه بفتح سكر عن طريق محرك. هذا السكر اللي نحن عم نفتحه حسب طبيعة الأقماح والمعطيات اللي نحن بنعطيها، هو بقى بيتحكم بالماء. نحن بسبب الحاجة للعمل وتنظيم العمل قمنا بدراسة المنظومة والاستعواض عنا بمنظومة جديدة من السوق المحلية. حسب الوجودة بالسوق المحلية قدرنا أنه نشكل منظومة جديدة بعد قلة القطع وقلة الأمور والحصار الجائر على البلد. المنظومات الأربعة وفرت ملايين الليرات السورية على القطاع العام، حيث يتابع العامل حسن حيدر عمله وإضافة ابتكار جهاز يقوم بقياسة درجة حرارة مكانات الحبوب وينظم درجة حرارتها. هاي المنظومة جديدة عم نشتغلها هلاق، تركيب حساسات حرارة لمكانات الطحن بتقيس حرارة الحجر الطحن. عندنا دائما بالمطاحن دائما في عندنا المشكلة هذه موجودة في كل المطاحن، هي ارتفاع حرارة حجر الطحن بيؤدي إلى احتراق الحجر، وهو عامل أمان كبير بالنسبة للمطحنة. قدرنا أنه نوصل لموضوع أنه فينا عند حرارة معينة نقدر نفصل المكنة ونوقفها على العمل، وبالتالي الفني بيطلع بيشوف شو المشكلة وشو سبب ارتفاع حرارة الحجر. ويعتبر هذا الإنجاز أول ابتكار سوري بالكامل على الصعيد الصناعي، وهو مدعم بتصميم برنامج حاسوبي صناعي. محي الدين فهد للأخبارية السورية، ريفي حما.